الحمد لله الحمد لله الحليم التواب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه مآب وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل مرسل أنزل عليه خير كتاب صلى الله عليه وعلى آله وسائر الأصحاب أما بعد فيا أيها الناس اتقوا ربكم تعالى وأطيعوه وراقبوه سبحانه واحذروه واقتفوا آثار نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوه قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وقال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم أيها المسلمون كم وجه الله تعالى أنظار عباده في القرآن إلى مصير تلك القرون المهلكة من الأمم المكذبة ليذكروا آلاء الله فيهم ويتقوا مجالب سخط الله عليهم لئلا يصيبهم ما أصاب الأمم قبلهم من الملأ المستكبرين وجموع المترفين وأتبائهم من المخذولين الخاسرين وقال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون قال بعض السلف رحمهم الله بغت القوم أمر الله وما أخذ الله قوما إلا عند سلوتهم ونعمتهم وغرتهم فلا تغتروا بالله وفي الحديث إذا رأيت الله يؤتي العبد من الدنيا على معصيته ما يحب فإنما هو استدراج قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون وقال سبحانه ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إما كفروا بالله إما اتخذوا آلهة سواه إما كذبوا المرسلين إما تولوا عن الحق مستكبرين إما طفقوا المكيال وبخسوا الميزان إما استباحوا الزنا وأتوا الذكران إما أكلوا الربا وأعلنوا الحرب به على المولى إما رفضوا الشرائع السماوية وحكموا أوضاع الجاهلية فكلا أخذنا بذنبه
فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أيها المسلمون، وصدق الله العظيم إذ يقول معقِّبًا على عقوبات الهالكين من الغابرين: وما هي من الظالمين ببعيد. ويقول سبحانه: ولقد تركنا منها آيةً بيِّنةً لقومٍ يعقلون، أي علامةً واضحةً على قوة الله القاهرة وحكمته الباهرة وسننه الظاهرة في من عصاه من القرون الغابرة، يعتبر بها العقلاء ويتعز بها السعداء، فيتوبوا إلى الله ويرجعوا إليه قبل نزول البلاء وحلول أنواع الشقاء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.